أحزاب اليمين تفوز في الانتخابات البرلمانية في فنلندا. سيحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 40 مقعدا في البرلمان المؤلف من 200 مقعد مقابل 39 مقعدا سيشغلها حزب الفنلنديون الحقيقيون المحسوب على اليمين المتشدد. كنت آمل أن يكون دعمنا أعلى من 20%. هذه هي المرة الأولى منذ عام 1999 التي يكون فيها الحزب الاشتراكي الديمقراطي حزب رئيس الوزراء. في هذه الانتخابات تراجع حزب الائتلاف الوطني المحافظ والذي يرأسه رئيس الوزراء ألكسندر سوب في ظل ما تواجهه حكومته من انتقادات حادة بشأن إدارتها أزمة الركود الاقتصادي. لا يتعين علينا الشعور بالخجل. كانت لدينا قائمة جيدة من المرشحين وبرامج ممتازة وروح عمل رائعة. آراء متباينة في الشارع الفنلندي. بطبيعة الحال نحن سعداء جدا بعد فوز الاشتراكيين الديمقراطيين كما هو الحال في العديد من الانتخابات التي شهدتها أوروبا. المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة في فنلندا ستكون صعبة للغاية. لقد خاب أملنا. اعتقدت أننا سنكون بأفضل حال، لكننا على الأقل حققنا أداء أفضل من باقي الأحزاب الفنلندية. نقاش محتدم رافق الانتخابات الفنلندية عبر الحديث عن الأزمة الاقتصادية والبطالة والإصلاحات في نظام المساعدات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إشكالية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.